واحدة وغني ليها شوي معها حتى لو ما تمرنتي عليها قبل. أنا هلا عم بعطيك إياها بس بدي أسمع إذا بتعرفيها شو عم تعطي من صوتك. حبيت فكرتنا؟ جولي سامبل. ما حبيت تعقدها. سامبل سامبل إيه؟ I had no choice. لأنه كل البنات ما بيغنوا نفس الشيء وكل طبقاتهم مش بظبط. شو خص البنات؟ ما هي الإيفال كانت بس لإلك. إيه. سهيلة ما كانت مع يعني ما كانت رح تكون جوجي على هذا الإيفال لأن هي قطعت بالإيفال تبعولها. مي فالي كو جو شوازيس اون في كي شونت افيك مو وان غارسون. مي 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 إمتى وقت تكون الإيفال لإلك لوحدك مش لأنه هي إلها ديجا إتي إيفالويي مظبوط؟ نحن كنا بنعرف إنه ما رح تكون جوجي على ثاني إيفال هي. مظبوط. دوك لمين كان لازم تكون الطبقة مناسبة أكثر؟ لألك لأنه أنت 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 كانت الإيفال تبعك هي مش تبعها هي. On s'est entraîné plusieurs fois elle et moi et la tonalité était bien. Je sais pas ce qu'elle a chanté plus grave que d'habitude. Donc j'ai été obligé de suivre son rythme. Si j'avais décidé de prendre une autre tonalité. هي شو غنيت شو غنيت هي؟ غنيت أوطى من تونالتيتي. من الجيتار كان عم يلحقك دونك كان فيك تعليها نكزه وتكوني انت اريح بالصوت متشافي كاكشوز عم يعطيك الطبقه عرفتي كان لازم تستفيدي انت من الجيتار اكثر بشوي انه التوناليتي تكون اعلى بنكزه لانه لحقته لايهاب كمان الايفال اجان هي ايفال تبعولتك ايهاب كان قطع بالايفال ما عم بقول انه لازم يكون هو بيناليزي بس مش انت تكوني بيناليزي او انت او حدا تاني بالايفال بتكون تبعولته فهمتوا شو قصدي يعني حتى لو مين ما كان يكون هذا الحديث بده ينقال للكل بس انه اليوم بدكم تركزوا على التوناليتيات وقت تنقوا الاغاني ما تعمليهم هولي هلا بس اعملي لي الميلودي But I spend around your collar so goodbye bye 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 اوكي بنعليها شوي انا بس العاليين شوي عاليين كمل bye 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 I know you lie اوكي ليش؟ I know you lie your lips are moving Tell me do you think I'm dumb بس انتبه في محلات انت عم تفكري انه عم تعملي فيبراتو بصوتك بس هو عم يرجف دام Tell me do you think I'm dumb فوالا بتفكري انه دام بس بتخلص بالم اوكي فكر بالم ما فكر انه دا كيف بدي اعمل الا وهي اصلا رح ترجف Tell me do you think I'm dumb بدي اضيع عم غني بدايتي كمان لا اكيد لا لا بس طيب اكيد انه تلبكت وهيك انا بعرف انه بدك تتلبكي مش يعني قصدي بفهم انك تتلبكي بس انه اليوم بدي منك تنسي هالتلبك انت عاده بتخبي التلبك تبعولك بالرقص اوكي بس اليوم ما فينا كمان اكيد انه التمرينات كمان بدهم يبرموا على الكل وبالنهايه بدك تقدري تغني غنيه مثل ما هي بلا ما بعدين اما بالريهرسل كانت كثير منيحه بعرف ات واز فيري جود تتذكري هالشيء اوكي سو خليكم بالبرايم مثل بالريهرسلز شويه موتيفاسيون ان بو بلوس دو كونفيونس انتو ثقوا بحالكم شوي اكثر بس توثقوا بحالكم بتصيروا تركزوا على الاشياء بوقت البرايم بس وقت اللي ما توثقوا بحالكم بلحظه البرايم بتتوتروا بتضيعوا لانه في جمهور قدامكم وناس عم بيزقفوا لكم اللي هو شيء كثير حلو بس هذا الشيء ما بده ما لازم ما لازم يقشطكم ما لازم يرجعكم لورا اون شانت سان لا توناليتي جو في لا بيسي دو دان تون لا شانسون 1 2 اوكي بس بدنا بلوتو وقفه ونفس كل هول الاخبار اللذيذين اللي بنعرفهم اوكي شوف شو رح نعمل هلا انت ركزت على الايفال اكثر ما بعرف شو عملت هاليومين بتعرف شو عملت هاليومين؟ كنت كل يوم بنقي اغنية مش كل يوم يعني كل نص ساعة بغير اغنية كل نص ساعة بغير اغنية كل نص ساعة بغير اغنية دربت على اغنية بالعربي حتى اغنية بالايفال دربت على اغنية بالجزائري حتى اغنية بالايفال بالنهاية ما لقيت ولا شخص بيغني نفس ستيل او عنده نفس توناليتي تبعي
فانا من اول كان عندي فكره كثير حلوه، كان عندي افكار كثير حلوه. شوي بتوعيتي جسي بس انا بالنهايه ما بزبط. اوكي بس انا هلا شغله بالنسبه لهول الاشياء، اذا بدك تغني مع حدا بالايفال اوكي وما عندك توناليتي هي ذاتها، بدك تلاقي شيء يكون قريب بس مش انت بتنقي توناليتي مش مناسبتك ابدا.